والأرصاد بتقول إن النهاردة اللي هو اليوم وبكرة هيكونوا أعلى درجات جوية أو ده أعلى درجات حرارة، والسبب في كده حاجة اسمها منخفض السودان. ومعنا على التلفون دكتور وحيد سعودي خبير الأرصاد والتحليل الجوية، أهلا بحضرتك. أهلا بيك. ممكن حضرتك تفهمنا أكتر عن إيه هو منخفض السودان وليه ده مأثر على درجة الحرارة العالية اللي احنا حاسين بيها دلوقتي؟ منخفض السودان دوت عبارة عن يعني أقل قيمة في الضغط الجوي بتبقى على شكل خلية متمركزة فوق مسطح البحر الأحمر. تمام. بتبقى الرياح المصاحبة لهذا المنخفض طبعاً ضد اتجاه حركة عقارب الساعة. بالتالي إن كل الكتل الهوائية القادمة على جمهورية مصر العربية غداً هتكون قادمة من شبه الجزيرة العربية. وهي مناطق شديدة الحرارة خلال هذا الوقت من العام. وطبعا بقدر اضيف ان الرطوبه بتبقى مرتفعه كمان. لذلك سوف تشهد البلاد ليس فقط الغد ولكن على الاقل لمده 48 ساعه قادمه طقس شديد الحراره رطب خلال ساعات النهار لكن بيكون معتدل الى حد ما خلال ساعات الليل. طبعا هتخف حده هذه الموجه ان شاء الله اعتبارا من يوم الاربعاء اللي جاي، وان كانت برضه درجات الحراره مرتفعه نسبيا وهيستمر الجو ما بين الحار وشديد الحراره، واللي هيزيد من احساسنا بهذا الارتفاع في درجات الحراره وارتفاع نسبه الرطوبه. طيب درجات الحراره اللي هي متوقعه ممكن تكون درجات حراره يعني لا نحتملها يعني، او لو في درجات حراره عاليه في ايام معينه هل ممكن ان احنا من دلوقتي يعني نبتدي نشوف ايه هي الايام دي ونبتدي نوعي المواطنين يعني ايه هي الايام اللي ممكن يكونوا مش بيقعدوا يعني فيها فترات طويله في الشمس او في النهار؟ لا طبعا هو عموما يعني حضرتك اعتبارا من خلال هذا التوقيت ولمده اربع شهور قادمه على الاقل لان احنا لسه ما بداناش في فصل الصيف. بالظبط. يعني بيبقى على فصل الصيف حوالي 25 يوم تقريبا. ولكن طبعا النصف الثاني خاصه الايام الاخيره من فصل الربيع يتسم بصفات عديده من فصل الصيف، لذلك يجب عدم التعرض لاشعه الشمس المباشره لفترات طويله خاصه ما بين وقتي الظهيره والعصر، لان خلال هذا التوقيت بتبقى اشعه الشمس عموديه على سطح الارض وغالبا بتسجل اعلى درجه حراره على مدار ال 24 ساعه الا وهي درجه الحراره العظمى. يفضل بالفعل شرب السوائل الفريش بقدر المستطاع خاصه المياه حتى لو احنا مش عطشانين، ونتجنب طبعا الجلوس في الاماكن المغلقه سيئه التهويه نظرا لارتفاع نسبه الرطوبه وشده حراره الجو. شكرا ليك دكتور وحيد سعودي خبير الارصاد والتحاليل الجويه كنت معنا.